لكن لا يجب أن تستغرق معظم القرارات وقتا طويلا، إذ يمكن وضع تنبيه على الهاتف مثلا عندما تكون هنالك حاجة لاتخاذ قرار بسرعة، وذلك من أجل تسريع عملية حسم القرار. هاي بونجور متابعين الأعزاء، متابعين قناة قانون الجذب مع مجد، برحب فيكم. رجعنا لكم بدرس جديد وشرح جديد، ألا وهو مثل ما قريته من خلال العنوان: كيف أتخلص من كثرة التفكير، أي كيف الواحد فيه يتخلص من هيدي الأفكار اللي عم بتكون متراكمة عنده. شرحنا رح يكون مقسم لعدة أقسام، بدنا نحكي عن معرفة سبب التفكير، طبعا التخلص من التراكمات، والسرعة في اتخاذ القرارات، والفعل بدل القول، والقراءة والاتزان العقلي ألا وهو الأهم. قبل ما نبتدي الدرس والشرح، بليز بتمنى منكم إذا كنتم متابعين جدد للقناة ما تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة، وأيضا تفعيل الجرس ليصلكم إشعار بدروسنا وشروحاتنا بشكل يومي ودوري. أكيد ما ننسى الضغط على لايك وأعجبني، مشاركة المحتوى مع الأصدقاء وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ويلا نبتدي الدرس. كيف أتخلص من كثرة التفكير والضغوطات التي أواجهها من كثرة الأفكار؟ إن معرفة سبب التفكير لها العامل الأهم والرئيسي أيضا. يجب الانتباه للأمور التي تجعل الشخص يفكر بشكل زائد، فالخطوة الأولى لوضع حد للتفكير الزائد تكون بمعرفة السبب وراء هذا الأمر، إذ ينبغي الاهتمام والسيطرة على طريقة التفكير، وذلك عندما يلاحظ الشخص بأنه يعيد التفكير في شيء معين مرارا وتكرارا، أو يشعر بالقلق بشأن أمر ما لا يمكن السيطرة عليه. طبعا التخلص من التراكمات، يجب البحث عن حلول للمشكلات وعدم جعلها تتراكم، فبتراكمها لا يعتبر هذا الشيء مفيد، ويبدأ حل هذه المشكلات بالبحث عن الخطوات التي يمكن اتخاذها للتعلم من الأخطاء طبعا، وأيضا تجنب المشكلات لاحقا مع الحفاظ على التركيز العالي أثناء حل هذه المشاكل، فذلك يؤدي إلى التخلص من التفكير المستمر في هذه المشاكل أو المشكلة. السرعة في اتخاذ القرارات، من أسهل الطرق للتوقف عن التفكير الزائد تكون بإعطاء مواعيد نهائية لاتخاذ القرارات، فلا بأس من أخذ بعض الوقت للتفكير في القرارات الصعبة، لكن الفعل بدل القول. عادة ما تكون الخطوة الأولى هي الأصعب في كل شيء، مع ذلك تكون الأكثر أهمية، فبدلا من الاستمرار في التفكير في تغيير شيء ما أو فعل شيء جديد، يجب اتخاذ الإجراءات حوله بالفعل. القراءة، من الممكن أن تساعد قراءة كلمات ملهمة في تطوير الشعور الإيجابي والمشاعر الإيجابية المحفزة أيضا، والتخلص من التفكير المستمر بالتالي الحصول على الطاقة الإيجابية، وأيضا تحويلها إلى أفعال تكون أقرب إلى تحقيق الأهداف. الاتزان والعقلانية، تعد هذه الطريقة من أهم الأدوات التي أثبتت وأثبتت فعاليتها في وقف التفكير المفرط، وهذه طريقة للتفاعل مع الحياة ولا تتطلب أيضا الكثير من الطاقة والجهد، فمن خلالها يتحسن الشعور الداخلي، يزداد الوعي، وذلك يجعل الشخص أكثر سيطرة على زمام الأمور، كما يساعد التأمل الذهني على معرفة الأفكار المسيطرة على التفكير، وأيضا التعامل معها بهدوء دون ترك الأمور تخرج عن نطاق السيطرة طبعا.
متابعين الأعزاء، متابعين قانون الجذب مع مجد، لهون نكون وصلنا لنهاية درسنا. بتمنى يكون درس وشرح مفيد لإلكن. حول أي سؤال أو استفسار حول هيدا الدرس أو أي شيء يتعلق في علم الطاقة والنفس وقانون الجذب، ما تترددوا بالكتابة لنا أسفل هيدا الفيديو بخانة التعليقات، ورح نقوم بالرد عليكم بأقرب وقت ممكن وفرصة سامحة لنا. بالنهاية ما تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، وتفعيل الجرس ليصلكم إشعار بأي درس بنقوم برفعه على القناة. أكيد ما ننسى الضغط على لايك وأعجبني ومشاركة المحتوى مع الأصدقاء على منصات التواصل الاجتماعي. أخوكم مجد من قانون الجذب مع مجد، وإلى اللقاء.